سيرا بي في تايب 1 وتايب 2، عملناها كذا ورك شوب كده مع بعض وعملناها في نقابه الاطباء. وسعيده بقى ان تكرار التجربه مره ثانيه، بس احنا هناخدها بقى من ناحيه البيدياتريك اندوكراينولوجي ومن ناحيه بقى الادلت اندوكراينولوجي. اتفضلي دكتوره منى. السلام عليكم. يعني احنا هنحاول نكون سريعين كده ان شاء الله، ونحاول ندي كونسبت للتايب 1 دايابيتس والنيوتريشن الموجوده فيه. اول حاجه عندنا احنا ايدي اصلا يوم ما بنفكر ان احنا نعمل بنتكلم في النيوتريشن او بنتكلم في الدايابيتس، اللي انا بدور ان انا اعمل حاجات اكوردنج تو ذا جايد لاينز. انا يهمني ليا ثلاثه ايمز. اول ايم بتاعي ان انا المفروض ان انا امبروف الجلوكوز ليفلز، ان انا اقلل الفاريابيليتي وبقلل الهايبوجلايسيميا علشان بروبر ايه اوتكم للبيشنت بتاعي. الكلام ده بيحصل عن طريق ايه؟ الكلام ده بيحصل عن طريق ان انا بستخدم انسولين، بتعامل مع الدايت، بتعامل مع الاكسرسايز، وبمونيتور البلاد جلوكوز ليفل. وده كله بيبقى عن طريق ان انا بدي البيشنت بروبر اديوكيشن علشان خاطر اعرف ان انا استخدم الحاجات دي ازاي. طيب احنا النهارده هنتكلم على واحده من الكورنر ستونز بتاعه الكنترول بتاع الدايابيتس، هنتكلم على الدايت. احنا يوم ما بنتكلم دايما بنتكلم جايد لاينز، تمام؟ في اليونج ايج الجايد لاينز بتاعتنا اتس اسباد جايد لاينز انترناشونال سوسايتي اوف بيدياتريك اند ادوليسنت دايابيتس، وفي شابتر لوحده نازل على النيوتريشن. في طبعا اي دي اي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنبص عليها، بس هو كله في الاخر بيصب عندنا، تمام؟ الجايد لاينز دي مهم جدا ان احنا نكون عارفين انها محطوطه فور ذا يونج ميلي، اللي هم الاولاد الادوليسنت تحت 18 سنة. الحاجة الثانية سوتبل فور ذا هول فاميلي، لأن ده هيلثي لايف ستايل اللي احنا بنتكلم عليها النيوتريشن. وثالث حاجة إنها كان بي أدابتد أكوردنج للكالتشر والمكان اللي أنا موجود فيه والريليجن، يعني كل حاجة أقدر إن أنا أدابت، وده عن طريق الإيه؟ الحاجات اللي هنتكلم فيها. في دايما وقت ما أنا باجي بتكلم عن النيوتريشن بيبقى دايما قدامي هدف. إيه الهدف؟ الهدف بتاعي إن أنا أخلي دايما البلاد جلوكوز ليفل بتاعي فين؟ في التارجت، تمام؟ إن يبقى دايما ان رينج. الحاجه الثانيه ان احافظ على الهيموجلوبين اي 1 سي، الفاستنج والبوست برانديال بتاعي يبقى موجودين في الان رينج. والمهم جدا بالنسبه لنا احنا، لان ده جروينج تشايلد، ان انا محتاجه بروبر جروث، والبروبر جروث بتاعي بيبقى عن طريق ان انا امينتين الهيلثي ويت بتاع البيشنت. ولما همينتين الهيلثي ويت ده هيكون عن طريق ان انا بعمل بالانس، سواء على الانرجي بالانس، ومن خلاله بخش على اللي هو الايه البروبر كالوريك انتيك. ومن البروبر كالوريك انتيك نبقى عارفين ان احنا عندنا في اليمنتس زي الكربوهيدراتس والبروتين والحاجات اللي موجوده عندنا. يعني احنا مثلا الكربوهيدرات احنا بنتكلم ان الانرجي بتاعتها بناخدها من 40 ل 50%. ده باخد 40 ولا 50؟ ديبند على الويت. لو انا الويت بتاعي على الناحيه القليله انا هاخد الايه؟ ال 50. لو انا الويت بتاعي على الناحيه العاليه وان انا عايزه هاخد على ال 40، لكن مش اقل من كده، وهنتكلم بعدين ان شاء الله. الحاجة الثانية ان انا المفروض ان انا احسب الكالوريك انتيكس بتاعتي. كل طفل بكل سن بكل عمر المفروض ان هو لو كالوريك انتيك، والكالوريك انتيك ديبند اتس ميل ولا فيميل، وديبند برضو على الايه على الاكسرسايز ليفل. وفي تبع الدبليو اتش او منزلين اللي هي كام كالوري بير كي جي، يعني مثلا عندي من 0 ل 10 اتس 100 كيلو كالوري بير كي جي، ولو عندي فوق ال 20 بعد كده اللي هي ال 20 الاعلى الكيلوهات بحط 50 كيلو كالوري بير كي جي، واكثر من يعني اكثر من 20 بتعامل بكل كيلو على انه 20 كيلو كالوري بير كي جي. هنتكلم طبعا احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن نيوتريشن عندنا ماكرو نيوترينتس وعندنا مايكرو نيوترينتس. انا هتكلم مالي هنا على الماكرو نيوترينتس. احنا عندنا اتس كربوهيدراتس بروتين اند فات. بالنسبه للكربوهيدراتس عندي حاجات كتيره موجوده في الكربوهيدراتس. احنا موجود عندنا في حاجات كومبلكس، وفي حاجات اللي هي بنسميها شوجر او سمبل، وفي عندي حاجات بيبقى فيها فايبر. خلي بالنا ان الجرين الحبوب فيها كربوهيدرات، الحاجات زي البقوليات عندي فيها كربوهيدرات، في عندي فيجيتابلز، في ستارشي فيجيتابلز فيها كربوهيدرات كتير، فنخلي بالنا من الكلام ده. ومش بس كده، ده انا عندي حاجه ثانيه اسمها جلايسيميك اندكس. ومش بس جلايسيميك اندكس، يعني انا ممكن حاجه يبقى جلايسيميك اندكس بتاعها عالي لكن اكشوالي جلايسيميك لود بتاعها بيبقى اقل، وعشان كده المفروض ان انا بختار التشويسز بتاعتي which has low glycemic load، تمام؟ How about the protein and fat؟ البروتين والفات دول كربوهيدرات؟ مش كربوهيدرات، صح كده؟ بس عندي مشكلة فيهم. المشكلة بتاعتي إن أنا لو أتاخده بكميات كبيرة ممكن أصلاً يعطلوا لي الإيه؟ الأبسوربشن بتاع الكربوهيدرات، بس كده؟
لا والله، ده احنا كمان عندنا ان هم كمان ممكن يزودوا لي الجلوكوز ليفل شويه عن طريق الايه الاذر ايه باسويز، ان هم يعملوا لي جلوكونيوجينيسيس وان هو ياثروا لي على الانسولين ريزيستنس بتاعتي وكمان جلايكوجينولايسيس، فبالتالي البلاد جلوكوز بتاعي بيرفع، وده بنخلي بالنا منه لما نيجي بنحسب الايه الانسولين بتاعنا. يبقى انا كده محتاجه ان انا ابقى فيه ايه دايما بالانس ما بتوين الانسولين وما بتوين الكارب، وبنسميها اللي هي بروتين فات يونت، تمام. بس انا عندي حاجات كتيره قوي بتاثر لي عليها، زي ما احنا شايفين عندنا الايج والجندر والاكتيفيتي والبيبرتال ستاتس، يعني الولاد الادوليسنت غير الولاد البري بيبرتال، في عندي برضو ديوريشن اوف دايجنوزز، الولد لسه متشخص دخل في هاني مون بعد كده طلع من الهاني مون، كل دي بتاثر لي على الايه الريشوز بتاعتي. في حاجه ثانيه ممكن تاثر، الانسولين نفسه والتايب اوف انسولين بتاعي والكونتنت بتاعت الميل اللي هي ممكن احنا ايه نديها والديليفري بتاع الانسولين انا بديه ازاي، تمام كده. احنا لما بيجي بنحسب الاساس بتاعنا احنا نيجي نحسب الكارب، فالكارب عندنا اما بنبقى عن طريق اما بنحسب بورشنز او جرامز او عن طريق الاكستشينج ليست، ودايما عندي بيبقى فيه تولز ان انا ممكن احسب بيها الكربوهيدرات تول، عن طريق اما عندي الهاند ميجر او عن طريق ان انا ممكن اجيب سكيل او عن طريق اللي هي الميجرنج كابس والسبونز. انا معلش هي القصه كلها محتاجه محاضرات كتير، ايوه بالظبط كده، دي ورك شوب لوحدها، بس انا بحاول بس ان ايه نفتح الـ يعني الايتمز بتاعتنا قدامنا. الحاجه الثانيه لازم اعلم البيشنتس بتاعي ان هو يقرا الليبل بتاعت الايه الفود، والفود ليبل عندي دايما بلاقي فيها شويه حاجات، زي مثلا اول حاجه لازم ابص عليها السيرفنج سايز. يعني ايه السيرفنج سايز؟ يعني الداتا اللي هتبقى موجوده في الليبل دي بتاعت ايه؟ هل بتاعت الكيس كله؟ ولا بتاعت البسكوتة بس؟ ولا نص الكوباية بس؟ فأول حاجة عندي بدور على السيرفينج سايز، وهنا موجود إن السيرفينج سايز أوف هاف أكاب، تمام كده؟ الحاجة التانية بخلي بالي إن دايماً جنبها بيبقى ساعات مكتوب إيه؟ السيرفينج ويت، بليز إجنور إت، لأن هو مش هيفيدني كتير، خلاص؟ الحاجة اللي بعد كده في عندي سيرفينج بير كونتينر، يعني مثلاً أنا عندي في 8 بسكوتات، وانا عندي البسكوته الواحده اللي هي الداتا بتاعتها، فلو انا هاكل الثمان بسكوتات يبقى هضرب فين؟ هضرب في 8، يعني خلي بالنا من القصه دي. وبعدين لما بنيجي بقى نحسب الكربوهيدرات، انا اللي بيبقى موجود عندي التوتال كربوهيدرات، بيبقى تحتيها فايبرز، بيبقى تحتيها شوجر، طبعا احنا ما بناخدش الكحول، بس ساعات بيبقى فيه شوجري الكحول، المفروض ان الشوجر الكحول والفايبرز دي المفروض ان انا بخصمها من التوتال ايه كربوهيدرات، وابتدي احسب عليها. احنا بنحاول ان احنا نوصل لايه؟ لهيلسي بليت، والهيلسي بليت بتاعنا ان هو بيبقى معظمه لو احنا نمشي بالبليت يعني ان هو بيبقى نصه بيبقى نون ستارشي فود او فيجيتابلز قصدي، وبعد كده بيبقى في عندي الجرين والستارشي فيجيتابلز دي بيبقى ربعها، والربع الثاني بيبقى اللي هي الايه البروتين، وممكن استخدم طبعا حاجات من الديري، وممكن استخدم حاجات اللي هي الهيلسي فات. في حاجه كمان من الحاجات اللي دايما بتخلينا نفكر اللي هي ايه، طب هو مش عايزين سكروز صريح يعني، تمام كده، مش عايزين سكر، فعايزين ايه؟ هناخد بقى البدائل بتاعته. هل البدائل دي براحتنا؟ الجايد لاينز حطت لنا ان انا ليا جرامز ان انا باخدها، يعني اكتر حاجه احنا بنستخدمها اللي هو السكرالوز، وبنستخدم الاستيفيول. السكرالوز من 0 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير بادي ويت، ذيس از ذا ديلي ريكويرمنتس. وفي عندي الاستيفيول من 0 ل 4 ملي جرام بير كي جي بير بادي ويت. طيب ايه احنا عمالين بنعمل ده كله عشان نحسب؟ عشان خاطر ايه بنحسب؟ عشان خاطر ان ديليفر بروبر انسولين للبيشنت بتاعي، ان يغطي لي الايه الكارب بتاعي. نخلي بالنا ان دايما البيزل انسولين از اولويز ايه نيدد، ده هو ده الاساس اللي ببني عليه، انا بتكلم على تايب 1. الحاجه الثانيه ان البولس دايما بقارنها بالايه بالكارب الانتيك اللي هيتاخد فيه، والكارب كاونتنج ده هو من ضمن الحاجات اللي بتخليني ان انا اقدر ادي بروبر انسولين على البروبر كارب، وبالتالي بيديني بروبر اوت كام للجلايسيميك كنترول. من ضمن الحاجات ان انا عندي اللي هي الانسولين كارب ريشو، وعندي اللي هي الرولز. خلونا بس ايه بوينت كده، ان انا عندي حاجه اسمها انسولين كارب ريشو، يعني كميه الانسولين اللي ضاغطين لي الايه
الكميه الكارب اللي موجوده. تمام، الرول اللي موجوده لكل الناس عارفينها هي ال 500، لكن اكشوالي احنا عندنا مش بس ال 500 دي بتبقى اكتر مع الادلت، لكن احنا في حاجات تانية زي 250 و330 الكلام ده هتسمعه، وده it depend about the patient، وهي كلها ترايل وايرور، المفروض ان انا بجربها مع البيشنت بتاعي، ونخلي بالنا ان الصبح ساعات بيبقى غير بالليل نتيجه الانسولين ريزيستنس، فكلها فاكتورز بتبقى داخله معايا. ونفس القصه بالنسبه للانسولين سنسيتيفيتي فاكتور. ايه الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور؟ اللي هو الكوركشن، اللي هو التصحيح بتاعه قد ايه. هو اي حد يبقى سكره عالي اديله وحده ولا وحدتين وثلاثه؟ نو، ات ديبندز. في واحد لما بحسب له الحسبه بتاعته الوحده بتاعته بتغطي 100، واحد تاني الوحده بتقضي يعني بتنزل 100، واحد تاني الوحده بتنزل 20، فتشود ان انا ايه اعملها. وهل انا لما بحسب الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور بحسبها على مثلا لو البيشنت هاي يعني معناه معدي 600 ان انا لازم انزل البلاد جلوكوز ليفل اب تو 150؟ نو، المفروض ان انا بنزله ايه جرادوالي. دي الحاجات اللي انا بحسب بيها المعادلات، التوتال تي دي دي اللي هي التوتال ديلي ايه دوز بتاعه الانسولين، ويتس كونتين البيزل والايه والبولس الاثنين. في عندي الانسولين كارب ريشيو اللي هي 5 وات ايفر المعامل اللي انا هحطه ديفايدد باي توتال ديلي دوز. وبعد كده عندي الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور، ودي ات ديبندز ان انا بستخدم ريجولر انسولين ولا بستخدم رابيد اكتنج انسولين، وعشانها بستخدم الرول بتاعه 1500 ولا 1800. طيب في عندي تشالنجز ديورينج المانجمنت بتاع العيان بتاع الدايابيتس في تايب 1. يس we have a lot of challenges. اول حاجه عندي الايدج جروب بتاعي، يعني اصلا البيشنت بتاعي التودلر غير العيان اللي داخل سكول ايج غير الادوليسنت، والولاد البيكي ايتر غير الولاد اللي هم كل شويه ممكن يرفض لي الاكل او كل شويه عايز يروح ياكل غير الولاد. كل طفل له التفصيله بتاعته بتاعتنا. الكوموربيديتيز، في ولاد عندهم ديسليبيديميا، في ولاد عندهم سيلياك اذر ديزيز، فالمفروض ان انا كل ده بحطه في الحسبان وانا ببلين المانجمنت بتاعي. في عندي الاكسرسايز، ده انا عندي طبعا احنا عندنا شابتر كامل هاو تو مانج ذا اكسرسايز، بس بالنسبه لجزء الدايت انا كمان عندي بري وديورنج والبوست اكسرسايز، ايه الفلويدز اللي انا استخدمها، قد ايه فات، قد ايه بروتين، قد ايه كارب ان انا ممكن استخدمه. بالاضافه ان في بعض الايفنتس زي مثلا عندي رمضان، الصيام، العيد، ده هياكل كحك، ده هيصوم، الكلام ده كله لينا عليه برضو نوتس المفروض تو بي تيكن انتو كونسيدريشن. بالاضافه طبعا ان في بعض الولاد بيبقى عندهم ايه ايتينج ديس اوردرز، وبرضو المفروض ان انا بيك اب البيشنت دول عشان تو بي managed وtreated first and the psychological disorder اصلا. طب اخر حاجه انا فاضل لي، تمام. طيب الكيتو دايت واللو كارب دايت ايه الاخبار؟ الكيتو دايت واللو كارب دايت لا مش بتاعتنا. تمام كده، اشمعنى مش بتاعتنا؟ مش بتاعتنا علشان خاطر الناس اول ما بتستخدمها بتبقى مبسوطه جدا، بلاد جلوكوز ليفل ايه ظبط وبقى حلو واحنا بنقلل الانسولين، صح كده؟ ده حاجه مش كويسه. اول حاجه الانسولين اتس ان انابوليك هرمون، فلو انا محتاجاه لازم امشي بيه لان انا مش هيحصل لي جروس كويس الا بالبروبر انسولين ان انا انتيك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الكيتو دايت واللو كارب دايت بتدخل لي البيشنت في ايه؟ كيتوزز. كارب انا بدي كارب قليل فبيحصل لي انرجي كونسامشن من حته ثانيه زي الفات، يحصل لي كيتوزز، والكيتوزز دي بتعمل لي ديهايدريشن، وبعد كده البيشنت دخلني وانا مستريح في ايه؟ في دي كي اي. والبيشنت ساعتها لما يجي الطوارئ ويقيسوا له الراندوم يلاقي الراندوم بتاعه قليل فيفتكروا ان هو مش دي كي اي، اكشوالي اتس ايوجلايسيميك دي كي اي. تمام، فجاست تيك كير، ده مش الرول بتاعتنا. احنا ما فيش لو كارب، احنا زي ما اتفقنا 40 ل 50% من الانتيك بتاعي في الجروينج تشايلد المفروض يبقى ايه كربوهيدرات انتيك ديبندنج على الكالوري، بس عشان ايه في ناس بتاخد حاجات كده بالزياده. ماي تيك هوم مسج بقى ان النيوتريشن كير في التشيلدرن زي ما احنا شفنا اتس ا كومبلكس ايه كونديشن، المفروض ان انا بمونيتور كل حاجه فيها، بحط كيب انتو كونسيدريشن التريتمنت ريجيمن اللي انا موجوده فيه وبوازنه مع البيشنت بتاعي في اي مرحله عمريه، مع الجروس، مع النيدز بتاعته الفيسيولوجيكال نيدز. بالاضافه ان دايما اي تريتمنت المفروض ان هو بيبقى ايه individualized. تمام، انا خلصت، ليا دقيقه عندكم. شكرا دكتورة منى على المحاضرة الأكثر من رائعة. الحقيقة إن توقيت نزول البريك يعني في توقيت مثالي، أنا شايف الكلام عن الأكل كده والناس ابتدت فأنا يعني
بالظبط، يعني في توقيت مثالي جدا ان هو ينزل في الكلام عن النيوتريشن وكده، فيعني توقيت مثالي جدا. حالنا الدكتوره منى قالت كلام اكثر من رائع، بس يعني في نقطتين هتوقف عليهم حضرتك قلتهم في المقدمه في غايه الجمال، ودي الرساله اللي انا عايز كل الناس الموجوده تكون واصله لهم، ان مفيش اكل يصلح للجميع. يعني انا لازم اختار السوشيال ليفل اللي انا بتعامل معاه عامل ازاي. افتكر في مره كان حد جالي فبيقول لي يا دكتور انا ما بعرفش اخد السناك اللي الدكتور قاله لي، اصل هو مصمم ان هو يديني شويه مكسرات وانا ما عنديش فلوس اجيب مكسرات، فلازم وانا بعامل البيشنت بتاعي لازم اشوف السوشيال ليفل بتاعي عامل ازاي عشان اعرف احط له النيوتريشن بلان. النقطه الثانيه مفيش بلان تصلح للجميع، يعني مش ورقه هوزعها على الناس اللي انا اقف عندك سكر خد ورقه خد ورقه، الكلام ده ما ينفعش تماما. كميه السعرات الحراريه وكميه الكارب بتختلف تماما من واحد للتاني. ففعلا بحيي حضرتك يا دكتور منى على المحاضره الاكثر من رائعه، وان شاء الله يعني محتاجين المؤتمرات الجايه ورك شوب كتيره جدا على طيب وان في الحته دي تحديدا عشان نوصل للاستفاده الكليه اللي احنا عايزين نوصل لها ان شاء الله. طيب دكتوره منى انا ليا بس سؤال واحد، بما ان احنا بنتكلم عن النيوتريشن واحنا داخلين على رمضان فالسؤال ده هيتسال، هل الاطفال تايب 1 لازم ممكن يبتدي يصوم او يبتدي اهله يعودوه على الصيام، وهل ده بانستراكشنز معينه ولا هيمشي على نفس الرولز اللي